اهلا. كنت فين يا بيه لحد دلوقتي؟ جرى يا سارة، انت عامله لي كمين في بيتي؟ كنت مع الهانم مش كده؟ هانم مين؟ ما هانم الغزالي اللي كنت هتموت نفسك مخصوص علشانها، وهي طبعا كتر الف خيرها تلاقيها علقتك بايديها. وانت كمان عرفتي اسمها؟ انا عن نفسي ما قلتش حاجه. ما هو باين. خش جوه يا عمي واقفل على نفسك وسد ودانك وسيبهولي هنا علشان اتناقش معاه براحتي. الله يكون في عونك يا ابني. امال بس بعد الجواز هتعمل فيك ايه؟ عاجبك كده تصغريني قدام ابويا؟ هو مش انت اللي كذبت عليا وقلت لي عندها 70 سنه؟ اعمل لك ايه؟ ما انت مجنونه وبتغير علام الهوا. قابلتها تاني ليه؟ مفيش. كانت عايزه تكافئني على اللي عملته معاها. تكافئك؟ تكافئك يعني ايه ان شاء الله؟ لا انت فهمتي ايه؟ اوعي تفهمي غلط. كانت عايزه تكافئني بالفلوس. يعني عايزه تشتريك بفلوسها. لا، ما انا رفضت اخد منها الفلوس. قلت لها ان انا مستحيل اخد تمن جدعنتي معاها. شفت؟ اهو، يعني انت عايز تبين لها انك جدع وشهم علشان تتعلق بيك اكتر. يا دين النبي، هو ولا كده عاجب ولا كده عاجب. انت كنت معايا لغايه دلوقتي؟ لا طبعا، كنت شغال على العربيه. ماشي 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 يا عيسى. انا ايه بقى؟ انا هعمل نفسي عبيطه وهصدقك، بس تحلف لي دلوقتي حالا انك مش هتشوفها تاني. انساها خالص. خالص، بدل ما اخبطك على نافوخك خبطه افقدك الذاكره واخليك تنساها بالعافيه. حاضر. ولو انها كانت جايبه لي شغلانه كويسه. فين؟ محاسب في الشركه بتاعتها. ايوه طبعا، علشان تفضل لازالك ليل ونهار. هو انت ما قلتلهاش انك خاطب؟ قلتلها. تبقى حلويت في عينيها اكتر وعايزه تخطفك مني. خلاص يا ساره، ولا هشتغل معاها ولا هشتغل مع غيرها، وهفضل بقيت عمري شغال سواق على العربيه. ايوه كده شاطر، تفضل سواق على العربيه بكرامتك لحد ما ربنا يرزقك بشغلانه محترمه. محترمه بعيده عنها. عيسى عيسى، تصبح على خير. الو حبيبي، اوعى يا عم تكون زعلان مني. بيني وبينك كده، بعد ما رجعت من القعده معاك اتضايقت من نفسي قوي، ولقيت انك كان عندك حق انك تصمم تاخد كل فلوسك مره واحده. عشان كده انا بقى صرفت المبلغ كله. ويلا بقى قابلني بكره في نفس المكان، تديني الثلاث شيكات واديك الفلوس على طول. بقول لك ايه، هي مش الشيكات لسه معاك؟ اوعى تكون ضاعت منك. احسن انا اللي اجيب لك كلبشات على مقاسك. الو الو. انا يما انا يما. مش شد حيلك امال، ده ما كانتش حته فازه جت في نافوخك. انا مش فاهم بس ايه اللي حصل. ولا حاجة، واحدة أحضر مع مريم تصوير خناقة زوجية من اللي بتستخدمهم في الماجستير بتاعها. أنا أول مرة أشوف واحدة بتعمل ماجستير في الخناقات الزوجية في سنة أولى جواز. يلا لف. كل دي حقنة؟ بتشبه عليها؟ مش دي بتاعت رشدي أباظة؟ أيوه بتاعت رشدي أباظة اللي إداها لابن عبد العزيز لما شربت مامات الحصان. بتاع بولو بولو، أنت جبتها منين دي؟ زنفل التمرج بتاع رشدي أباظة في الفيلم.
ركب معايا سنه 76 في خط بين السرايات. انا بصراحه حبيت اكرمه وما رضيتش اخد منه التذكره. هو طلع اخر مجدعه وقال لي خد السرنجه دي عشان تفتكرني بيها. يا عم افتكره بعيد عنا الله يخليك. انا لا يمكن احط البتاعه دي في نهي جسمي. ليه؟ وانت هتيجي اجدع من لبنى ابو عزيز؟ مش الاجزخانه بعتت سرنجه مع الدواء؟ ايوه بعتت سرنجه، بس انا رجعتها تاني قلت لهم انا عندي سرنجه بغليها من سنه ونص. يلا 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 نزل بنطلون. لا يا عم منصور حرام عليك، كفايه اللي مريم بتعمله فيا. يا عم مريم ايه؟ انا مش فاهم بس انت مستحمل مريم دي ازاي؟ انا عارف اللي يستحمل مريم يستحمل قد الحقنه دي يجي 10 مرات. دي بنت مجنونه يتفتلها بليل. طيبه؟ طيبه مين؟ هي طيبه دي تقعد تلف على الخناقات في البيوت وتقول لي طيبه؟ طيبه. انا بقول لك مجنونه. طيبه؟ في واحده طيبه تقعد تلف لي على الخناقات وتقول لي مجنونه؟ لا والله طيبه. بقول لك مجنونه يا بقى كده. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت نطيت ازاي في الاوتوبيس وهو ماشي؟ ما انا عمال اقول لك طيبه. دخلت ازاي؟ صاحبك اداني المفاتيح، عامل فيها تعبان ومش قادر يقوم يفتح بنفسه. عام عليك يا مريم، كل ده وتقولي عليا تعامل فيها تعبان. مين بقى دي اللي مجنونه ويتفات لها بلاد؟ البنت الفتكات اللي بتبيع صوبي على الناصي. والله؟ ماشي يا عم منصور، حسابك معايا بعدين. يلا يا وسيم قوم، عندنا خناقه زوجيه جديده ولازم نصورها. تاني؟ هو ايه اللي تاني؟ وانا يعني هقفل الرساله بتاعتي على خناقه واحده ولا ايه؟ انا مش فاهم بس انتوا تعبين نفسكم ليه من اللفه على البيوت وعلى خناقات الناس؟ ما تستنوا لما تتجوزوا تقعدوا تتخانقوا مع بعض وتسجلوا خناقاتكم، وهو جوحه اولى بلحم طوره. تصدق فكره برضه؟ وليكوا عليا ما تدخلش بينكوا خالص، هسيبكوا تقطعوا بعض لحد ما تخلصي رساله الماجستير بتاعتك. أنا جاي النهاردة عشان أعتذر عن الوظيفة. إزاي؟ أنت مش قلت إنك محتاج شغل؟ أيوة بس خطيبتك مش عايزاك تشتغل معي. وعرفت إزاي؟ عادي يعني عايزة، شيء متوقع. لما تعرف إنك هتشتغل مع واحدة ست لازم تغير عليك. مش عايز حضرتك تزعلي مني. أنا زعلانة عليك، أنت كده خسرت كتير. أنا أصلي كنت ناوية أعتمد عليك في كل الشغل وكبرك معايا بسرعة. مش عارف اقول لك ايه بصراحة. قول لها هي لو بتحبك بجد مش هتقف قدام طموحك ولا هتخليك تضيع فرصة زي دي. وبعدين يا اخي انت مش بتقول انها بتحبك، يبقى لازم تكون واثقة فيك. صباح الخير. صباح النور. انا مش هعطلكم، دي الميزانيه ممكن تقريها ونتكلم بعد الاجتماع. اوكي. خليك يا استاذ علي، انا ماشي بعد اذنكم. اتفضل. ايه علاء؟ صباح الخير يا بابا. صباح النور يا حبيبتي. بابا وليد قافل على نفسه الاوضه من ساعه ما قابل رانيا اخر مره، حتى الشغل ما بيروحوش. انا عارف ده، ولا اكل ولا شرب ولا حتى بينام. فهموا ان رانيا ما سابتوش، هي بس مأجله الجواز. ما تحاولي انت كده تنكشيه وتتكلمي معاه. مش عايز يتكلم معايا، جايز يتكلم معاك انت. انت عارفه اخوكي كتوم طول عمره ومش سهل ان هو يفتح قلبه. ده حتى لو غلط واتكلم معايا في موضوع يخصه ما بيكملوش. طب بقول لك ايه، ما تحاولي كده تاني وتالت تكلمي معاه، وفي نفس الوقت لازم تتكلمي مع رانيا وتحاولي تقولي لها خليكي لطيفه معاه، يمكن ده يروق حاله شويه. اكيد هكلمها، بس على الله هي كمان تسمع الكلام. هتسمع. متأكد ان احنا بالعرض ده ممكن نكسب المناقصة؟ طبعا. الكلام ده من جوه الوزارة. حلو. خلاص قدم العرض من بكرة. ماشي. هو صحيح الواد اللي اسمه عيسى، عيسى صح؟ هو كان بيعمل هنا؟ جاي يقول لي ان مش هيقدر يشتغل معانا. انت عرضت عليه انه يشتغل معانا؟ قلت اجيب لك حد يساعدك. بس ما طلبتش مساعدة. من غير ما تطلب. الشغل المرة دي كتير، مش هتقدر عليه لوحدك. وأنا فجأة صعبت عليكي كده.
جايباها عشان يفضل قدامك كده وتفضلي تشوفيه. هو انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ عشان اطوقك. كل ده عشان عايزه عيل موظف في شركتي؟ ما هو الواد ده بالذات من ساعه ما فهمك ان هو انقذ حياتك هو شاغل بالك. هو ما فهمنيش، هو انقذ حياتي فعلا. واد جدع. وبعدين انا ما سالتكش عن رايك فيه. يا ست الحق علي اني خايف عليك. من عيسى؟ ومن اي حد زيه. هيبقى طمعان فيك ومش هيفكر غير في الفلوس اللي هياخدها منك. انا عندي حاجات كتير قوي غير الفلوس اللي انت مش شايف غيرها. وبعدين انت بنفسك اديته فلوس وهو رفض. ما هو كان بيكمل التمثيليه بتاعت الواد الشهم عشان يملى دماغك. انا حره في دماغي املاها بالطريقه اللي تعجبني. ونصيحه مني بقى، ركز في شغلك وبس، وما تحاولش تشغل بالك بيا وانا بفكر في ايه، خصوصا بقى وان انت ما ينفعش تشغل دماغك غير بمراتك اللي هي اختي. مش عارفه ان انت جاي. ايه يا حبيبي مش هتتعشى؟ لا مش جعان. أنا عارفة إيه اللي تعبك، بتفكر إزاي تبلغني مش كده؟ أبلغك بإيه بالظبط؟ إن الوجع اللي في ظهري بسبب الورم اللي شلناه من سنة، وافتكرنا إنه مش راجع تاني خلاص. أنت مين قالك الكلام ده؟ عشان أنا رحت للدكتور من وراك، ما قدرتش أستنى لما تيجي تتشجع وتصارحني. حبيبتي انا عارف ان ده ابتلاء من ربنا، بس مش هسيبك تعديه لوحدك. هنعديه مع بعض زي ما عدينا اللي قبليه. على فكره انا عمري ما خفت من الموت زي دلوقتي، عشان عرفت انت بتحبني قد ايه. خفي ان شاء الله هتبقي زي الفل، هتسافري وتتعالجي وهترجعي احسن من الاول ان شاء الله. هتجيب الفلوس دي كلها منين يا شريف؟ ما تقلقيش من الفلوس خالص، هتصرف. طب ويارا هنعمل فيها ايه؟ هنسيبها عند ماما لحد ما نرجع من السفر. خلي بالك منها والنبي يا شريف، دي ملهاش حد غيرك. حبيبتي هنخلي بالنا منها مع بعض ان شاء الله. هفكرك كده كمان 15 سنة وانت بتجوزيها، نفرح بيها مع بعض. تفتكر؟ ان شاء الله. قول يا عيسى، انت قلت في المحضر انك شفت البلطجية كويس وعارف شكلهم مش كده؟ مظبوط. طيب ما تعرفتش على اي حد منهم في الطابور بتاع المشبوهين؟ لا الحقيقة الطابور ما كانش في حد منهم. العربية مواصفاتها ايه؟ كانت لونها زيتي و 4x4. طيب ما لحقتش تاخد الرقم بتاعها؟ لا الحقيقة مش فاكر. مش فاكر ازاي؟ مش انت يا ابني قلت لي ان العربية دي كانت اتراك من اول ما مها الغزالي ركبت معاك؟ ايوه بس انا كنت مركز على وش السواق واللي جنبه، ما ركزتش في نمر العربيه خالص. طيب انت ليه ما عملتش محضر بعد الحادثه؟ ما دام مها الغزالي قالت ان هي هتبلغ. قالت انها هتبلغ؟ ها. بص عيسى، انت المفروض ان انت اتضربت وضربت في المشكله دي، المفروض انك بقيت طرف اساسي فيها، فالمفروض كان انت اللي تبلغ. ما كنتش فاضي، كنت بلف بالعربيه. كنت بتلف بالعربيه بتعمل ايه بقى؟ بتجور الشكل للناس؟ لا بلف على اكل عيشي. وبصراحه ما كانش ينفع اشوف واحده ست بتضرب واقفه اتفرج عليها. طب انت ايه رايك بقى ان مفيش اي دليل انها انضربت، وممكن تكون انت وهي عاملين الفيلم ده عشان تلبسوه قضيه؟ هو مين؟
ابن جوزها. ايه مش عارفه؟ لا ما عرفوش، وما بقفلمش مع حد، وقلت كل اللي شفته في محضر الاسم. ماشي عايزه، خليك جاهز بقى عشان ممكن المحكمة تستدعيك للشهادة في أي وقت. سيادتك تأمرني بحاجة تاني؟ امضي على أقوالك. بقولك أنا هتسيبني شوية كده الله يخليك. ازاي ده حصل؟ ايش 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 عم شاكر؟ عمي مين بقى ده؟ انت اللي عم وستين عم، ده زي ما يكون اتعمل عشانك بالظبط. انا اسفه والله، انا كنت بجربه بس مش اكتر. لا 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 اسفه على ايه؟ المحل كله بتاعك وتحت رجليكي، بس انت اللي مش عايزه تفهمي. انا هغيره حالا. لا 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 تغيري لي الفستان، حلو عليك وعجبني على فكره، خديه واعتبريه مني ليكي هديه، ومش هخصم ثمنه من مرتبك. لا معلش انا ما تعودتش اخد هدايا من حد. ما انا عارف، انا عارف. ذمتك عينك هتطلع على الفستان ولا لا؟ على فكره يا سو ده وان بيس، وانا جايبه مخصوص عشانك. لا شكرا عن اذنك. غيرت الفستان ليه؟ ايه ده؟ هو في ايه الهبل ده؟ ما يصحش كده. كان نفسي تفضلي لابسه شويه بصراحه. Look at the cat!
ايه كميه الحرس اللي جوه الشركه وبراها دي؟ في ايه؟ زياده امان يا شريف، زياده امان. ايوه بس ده ما حصلش الا لما مخازن نعيم اتحرقت. انت قصدك ايه؟ قصدك ان انا اللي حرقت مخازنه ولا حاجه؟ ياسر انا عارف دماغك كويس، انت حبيت ترد له ضربه الشيكات. ايه يا شريف؟ اذا كان هو نفسه ما اتهمنيش. وده اللي مخوفك اكتر. ما اتهمكش بحاجه معناها ان هو ناوي ياخد حقه بايده. تقوم تروح تجيب كل الحرس دول عشان يحموك منه؟ هو انت رجعت الشركه تاني عشان تحقق معايا مثلا؟ انا رجعت الشركه عشان انت كلمتني في التليفون وقلت لي انك محتاجني في الشغل. وواجبي ان انا انصحك. مشكلتك مع نعيم مش هتتحل بالشكل ده. امال تتحل ازاي بقى يا استاذ يا عبقري؟ تتحل بقعده عرب بينكم انتوا الاثنين، وعندي اللي يحكم بينكم. بجد والله؟ انت بتضحك؟ عاوزني اخده منه باليمين ارجعه له بالشمال؟ هو هيسدد لك قيمه الشيكات اللي عليه بالقسط، وانت تعوضه عن حريق المخازن. لا لا لا، انت غريب يا شريف، غريب. ياسر ما تنساش، انت اللي استعجلت وشعللتها. انا ما استعجلتش يا شريف، ومش ندمان، ونعيم ما يقدرش يعمل معايا اي حاجه، انت فاهم؟ اتفضل بقى. عن اذنك. ليه حاولت تقتل شاكر عرنوس؟ انا ما حاولتش اقتل حد يا باشا. عايزه مش قاتل، هو كان بيدافع عني لما شاكر اتحرش بيا، حتى ساروه مش هيقدر ينكر. عايز اشوفه بيتهجم على خطيبتي واقف اتفرج عليه. ما حد شافه وهو بيتهجم على خطيبتك، وبعدين وجوده معاها في المحل ده شيء طبيعي لانها شغاله معاه. طبيعي ازاي يا باشا؟ ده قفل عليا بالمفتاح. حتى دي ما حدش شافها، الناس ما شافوش غير خطيبك السبع ده وهو نازل ضرب فيه. صاحب المحل اللي جنبه هو اللي بلغنا، وهو اللي ادانا عنوانك، وهو اللي قال ان انتوا ساكنين مع بعض. يعني هو طلع في الاخر بريء وانا اللي مجرم. وهتشرفنا النهارده في الاسم لغايه ما تتعرض بكره على النيابه. يا لهوي نيابه؟ لا يا باشا ابوس ايدك، ده مش وش نيابه، وبعدين كده هتبقى قضيه. هي لسه هتبقى؟ ما هي قضيه اصلا. يا استاذ محمد. تمام يا باشا. خدوا على التخشيبه يلا. لا يا باشا والله العظيم كان بيدافع. يلا خدوا على التخشيبه. عيسى عيسى روحي انت. لا مش هروح طبعا، واسيبك لوحدك، انا السبب في كل ده. يا ريتني سمعت كلامك وما اشتغلتش عنده. قلت لك روحي انت بدل ما تعيط عليه. شوفي له محامي كويس يلحقوا الصبح ويروح معاه النيابه. لا والنبي عيسى ما تقلقش. حضرتك عرفت ازاي ان انا هنا؟ والدك اتصل بيا وحكى لي اللي حصل، وانا رحت المستشفى وجبت استاذ شاكر عشان يتنزل عن المحضر وتتصالحوا. انا اتنزل عن المحضر عشان خاطر عمك انت بس يا عمر. انما الفتوه بقى هتمضي على نفسك اقرار وعدم التعرض. ما هو كان بيكمل التمثيليه بتاعته بتاعت الواد الشهم عشان يملى دماغك. انا حره في دماغي، املاها بالطريقه اللي تعجبني. ونصيحه مني بقى، ركز في شغلك وبس، وما تحاولش تشغل بالك بيا وانا بفكر في ايه، خصوصا بقى وان انت ما ينفعش تشغل دماغك غير بمراتك اللي هي اختي. ازيك؟ الحمد لله. جيتيش الشغل النهارده يعني؟ مش قادره، تعبانه. عادي، عموما ما كانش فيه شغل كتير قوي النهارده، اليوم عادي. ايه رايك ننزل نتعشى سوا؟ مش قادره. طب ايه رايك اطلب اوردر ونتعشى هنا؟ ان شاء الله حتى اجيب لك الاكل لغايه هنا على السرير. قلت ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ انا بقالي شهر كل ما اقرب منك تبعدي. داليا ما تنساش ان انا جوزك. طمن، هي دي الحاجه الوحيده اللي انا مش هقدر انساها. كنت حاسه اني هشوفك تاني. انا جيت النهارده علشان اشكرك. على ايه؟
لولاكي كان زماني مرمي في السجن دلوقتي. أنا عملت كده علشاني أنا، مش علشانك أنت. أنا اديت شاكر فلوس علشان يتنازل عن المحضر. بصراحة يا عيسى ما كنتش هستحمل إنك تتسجن. شاكر على مشاعرك دي أنا. ولو إني يعني عارفة إن أنت متورط فيها بسبب خطيبتك، بس مش مهم. أنت تهمني. يا ريت أقدر أعمل أي حاجة أرد لك بيها الجميل ده. تقدر طبعًا. طب قولي لي إيه هي وأنا أعملها فورًا. الوظيفة اللي عرضتها عليك لسه مستنياك. ما قدرتش أجيب حد مكانك. أيوه بس مفيش بس، أنت مش قلت إنك جاي تشكرني؟ يبقى خلاص، هي دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تشكرني بيها. أنا محتاجة لك أوي يا عيسى. في الشغل عندي حاجات كتير قوي في الشركة ومحتاجة لحد زيك يعني في كفاءتك وأمانتك. مش عارفة أقول لك إيه بصراحة. ما تقولش حاجة، فكر كويس، ويا ريت تقول لخطيبتك إن هي ما تقفش قدام مستقبلك. هحاول. هستناك من دلوقتي. بعد إذنك. باي باي. الجواز ده يا حبيبتي منصور انا بتكسف. تصدقي وتأمني بالله، لا اله الا الله، انا لو ما كنتش اعرف ان ده جواز مريم كنت قلت ان انت العروسه. يا عم منصور مش وقته الكلام ده، المأذون واقف على السلم. ما تخليه يستنى يا اخي، الدنيا طارت. كنا جمدنا قلبنا واتجوزنا معاهم وخدنا المأذون بسعر الجمله. يا منصور ما قلت لك ما تكسف بقى. وبعدين معاك المأذون واقف بقاله كتير. اوه خش يا سيدي انت والمأذون بتاعك. ده انا معطله عن جوازتين غيرنا. اتفضل يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا ماما الدوشة دي؟ في ايه؟ مبروك يا مريم، المأذون اهو. اه عادي يعني، لو ما كانش جه كنا هنجيب حد تاني. امال العريس فين؟ هو مش هنا؟ اصل انا هو ايه ما تقولي، اوعى تكوني شربتيه حاجه نيمته عشان ما كتبش الكتاب. لا لا مش للدرجه دي، انا بس بعته مشوار شغل كده. شغل؟ شغل يوم كاتب كتاب؟ ايوه انا بعته يصور لي خناقه زوجيه تاني. لا يا ماما لا، بس بقول لك ايه، الخناقه المره دي غير اي خناقه. تلات عيلات عمالين يتخانقوا مع بعض ومولعين في بعض بقالهم ساعتين، والخناقه ايه؟ هو انت متخلفه يا بنتي؟ حابك تبهدلي الراجل يوم كاتب كتابه؟ وانا هعمل له ايه يعني؟ هو حد قال له اتجوز يوم الخميس؟ ما هو يوم الخميس ده معروف ان هو يوم الجوازات والخناقات. يعني هي خناقه الليله دي بين اتنين عرسان زيكم كده؟ اه شفتي؟ عم منصور فهمها وهي طايره. والله حرام عليك اللي بتعملي فيه ده. انت تسكت خالص عشان انت السبب ان انا اتجوز دلوقتي. وسيم هربت منهم. هربت من مين؟ اهل العروسه في منتخب ناشئين بتاع جمهوريه شبين كره القدم. لابسين جزم يا اسطى رزات من اللي بتوجع دي. اه عارفها دي. انها كانت حاميه قوي قوي بس الحمد لله عرفت اصورها. بتهزر؟ توريني الصور كده؟ نعم يا اختي. هو ده كل اللي همك؟ يلا يا مولانا العريس وصل اهو. لا حول ولا قوة الا بالله، هو هيتجوز ازاي ده؟ ما هنرممه فضيلتك. بقول لك ايه؟ ها؟ هما ضربوك بس؟ على ما اذكر. متأكد؟ متهيألي اه، ليه؟ ما خدوش منك حاجة؟ عيب عليك، الورقة اهو، الموبايل هناك اهو. بنطلونك فين يا وسيم؟ وانا اقول سلهوب الهوا ده جاي منين؟ هتخلصونا بقى يا جماعة، عندي جوازتين تاني. ثانية واحدة يا مولانا. وسيم! وسيم! اتفضلي.
تاني لقلب حبيبي. وانت اتجوزت مين الليله دي يعني؟ انا يا روحي؟ لا، اوعى تكون زعلانه عشان العلقه اللي خدتها في الخناقه اللي فاتت. فداك يا حبيبتي، طالما ده هيساعدك في الماجستير بتاعك انا مستعد ادرب لك كل يوم. عشان كده انا بحبك. يا بقالك كتير قوي ما قلتليش بحبك. تقريبا ما قلتليش بحبك خالص. وانا كنت محوشة الكلام ده كله عشان ليلة دخلتنا. بتدور على مين تاني؟ شوف الصوت الحنين الناعم ده طالع منين؟ هو في يعني حد غيري معاك؟ معلش حبيبتي سوري، بس اصلي طول عمرك من ساعة ما عرفتك وانتي صوتك عالي ودايما كل ما بتشوفي خلقتي بتزعقيلي وكده. عشان انا قلت لك ان الليلة دي غير كل الليالي؟ اوه عندك حق. طب يلا بينا. بس انا جوزك. ما هو انا يا روحي لسه ما خدتش عليك عشان اغير هدومي قدامك. ماشي مش مشكلة، استنى 5 دقايق. عقبالك يا حبيبتي. والله ما انا عارفة يا ماما امتى وازاي. لما سيبي عيسى يشتغل عند مها الغزيل. اصل انت ما شفتيهاش. دي عامله زي هند رستم في الفيلم بتاع صراع في النيل. والله العظيم لما كانت بتحاول تغري عمر الشريف. طب ومين قالك بقى ان هو هيبقى زي عمر الشريف ويتدلق على دماغه؟ ليه ما يبقاش زي رشدي اباظه كده وما يعبرهاش؟ رشدي اباظه يا بنتي، خليه يشتغل عندها ويحوش له قرشين يتجوزك بيهم. حتى لو كانت هي حاطه عينها عليه وعايزه تخطفه هتدوس تلاقيه يتجوزك بفلوسها. تصدقي ما جاتش في بالي موضوع فلوسها ده. لكن جت في بالي انا. حرام عليكي بقى، عايزه افرح بيكي واتجوزك. قصدك عايزه تخلصي مني زي ما خلصتي من مريم. ومال؟ ما انا واخده فيكم وابد من ساعه ما خلفتكم. ماشي يا ماما، بس انا برضو يعني مش هين عليا اسيبه يشتغل عندها. طب هتعملي ايه بقى ان شاء الله في شاكر عرنوف اللي جالي النهارده وراسه 1000 سيف يقدم وصلات الامانه للنيابه؟ هو مش كان خلاص اتصالح مع عيسى وخد التعويض اللي هو عايزه؟ لا، هو اتصالح مع عيسى في القضيه اللي بينهم وبين بعض. لكن احنا لسه بيهددنا بوصلات الامانه اللي علينا. انت عارفه يعني ايه قدم وصلات الامانه للنيابه؟ يعني السجن بحكم محكمه. وحشتني قوي يا حبيبي. افتحي يا مريم، انا شفت كل حاجه. ما تخافش، محدش هيقدر ياخدك مني. افتحي بالذوق بدل ما افتح بالعافيه. ما تقلقش، انا قافله الباب بالمفتاح. ساره، كنت فين؟ كنت بتمشى شويه. طبعا، ما انت مش جاي لك نوم علشان بتفكر فيها. هي مين دي؟ الشغلانه بتاعت الهانم. بص يا ساره، سيبك من الشغلانه دي خالص طالما هتزعلنا من بعض. طب ايه رايك بقى يا عيسى ان انا هسيبك تشتغل عندها علشان تتجوزني بفلوسها؟ بجد يا ساره؟ هو انت مالك فرحان قوي كده ليه؟ انا فرحان عشان هتجوزك. ماشي، وطبعا هتجري دلوقتي تروح تتصل بيها وتقول لها ان انت هتبقى عندها من النجمه. لا يا شيخ، اتصل بيها ايه دلوقتي؟ الوقت